السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم تصحيح الامتحان الجهوي الموحد بطبيعة الحال الأكاديمي الجهوي للتربية والتكنولوجيا التربيضة الكبرى دورة يونيو 2015. نبدأ بالمكون الأول وهو استرداد المعارف. التمرين الأول، اعطي المصطلح المناسب أو العبارة المناسبة لكل واحد من التعريف التالية. إذا التعريف الأول، ألياف تنقل السيال العصبي من العضو الحسي إلى الباحة الحسية. الأمر يتعلق بألياف عصبية حسية. التعريف الثاني، بنية خلوية تتكون من جسم خلوي ومحور وتشجر نهائي، بطبيعة الحال الأمر يتعلق بخلية عصبية أو ما يسمى العصبة أو العصبون. التعريف الثالث، قدرة العضلة على استرجاع طولها الأصلي بعد تمددها، إذا الأمر يتعلق بطبيعة الحال خاصية المرونة. التمرين الثاني، أتمم الجدول التالي. إذا حاسة البصر المهيج سيكون بطبيعة الحال أشعة الضوء، المستقبل الحسي العين وبالضبط الشبكية، الموصل الحسي العصب البصري الذي يحتوي على ألياف عصبية حسية، مركز عصبي بطبيعة الحال وهو الباحة البصرية المتواجدة على مستوى المنطقة القفوية للمخ. فيما يخص الحاسة الثانية، نجد لدينا كمهيج جسم ساخن، مستقبل حسي الجلد، إذا الأمر يتعلق بحاسة اللمس. فيما يخص المركز العصبي بطبيعة الحال وهو الباحة الحساسية العامة المتواجدة خلف شق رولوندو. فيما يخص الحاسة الثالثة، إذا لدينا كموصل حسي العصب السمعي، إذا الأمر يتعلق بحاسة السمع، المهيج وهو عبارة عن الأصوات، مستقبل حسي الأذن بطبيعة الحال والمركز العصبي وهو باحة السمع. التمرين الثالث، حدد داخل الجدول الفصيلة الدموية المتوافقة مع كل اقتراح. إذا لدينا هنا بطبيعة الحال اقتراح الأول، تتوفر الكريات الحمراء على موليد لكت أ وموليد لكت ب، الأمر يتعلق بطبيعة الحال بالفصيلة الدموية أ ب، بما أن الكريات الحمراء تحمل في نفس الوقت موليد لكت أ وموليد لكت ب. فيما يخص الاقتراح الثاني، لا تتوفر الكريات الحمراء على موليد لكت أ ولا على موليد لكت ب، إذن هنا الأمر يتعلق بطبيعة الحال بالفصيلة الدموية أو. فيما يخص الاقتراح الثالث، تتوفر البلازما على اللكدين مضاد أ، إذا نحن نعرف بطبيعة الحال عندما تتوفر البلازما على اللكدين مضاد أ، في هذه الحالة تكون الكريات الحمراء تحمل موليد لكت أ، وبالتالي الفصيلة الدموية هي أ. الاقتراح الرابع، لا تتوفر البلازما على اللكدين مضاد أ ولا على اللكدين مضاد ب، إذا الأمر يتعلق هنا بطبيعة الحال بالفصيلة الدموية أ ب، بما أن عدم وجود اللكدين مضاد أ واللكدين مضاد ب على مستوى البلازما، هذا يدل بطبيعة الحال على أن الكريات الحمراء تحمل في نفس الوقت موليد لكت أ وموليد لكت ب، وبالتالي الفصيلة الدموية هي أ ب. ننتقل إلى التمرين الرابع، أتمم النص بما يناسب، مستعمل العبارة التالية. إذا كما نلاحظ عند الاتصال الأول، الأمر يتعلق بآلية الاستجابة الأرجية. إذا عند الاتصال الأول لجسم المؤرج تنتج بطبيعة الحال لمفاويات ب مضادة أجسام نوعية من كما تسمى بطبيعة الحال اي جي او ايمينوغلوبولين او، التي تثبت على بطبيعة الحال الخلايا البدينة لي ماستوسيت، حيث تتكون حويصلة مملوءة بمادة كيميائية وهي الهيستامين. وعند الاتصال الثاني بنفس المؤرج بطبيعة الحال، تفرز الخلايا البدينة محتوى الحويصلات مما يتسبب في ظهور أعراض النوبة الأرجية. ننتقل الآن إلى المكون الثاني وهو الاستدلال العلمي والتعبير الكتابي والبياني. فيما يخص التمرين الأول، إثر سقوطه من مكان مرتفع أصيب شخص بشلل في إحدى رجليه، لاحظوا معي إحدى رجليه أحد الطرفين السفليين. بعد خضوع لفحص أولي، لاحظ الطبيب أن ساق الرجل المشلولة تندفع إلى الأمام عند تسليط ضربة على الضاغسة، أي ضاغسة ركبة هذه الرجل. رقم واحد، بماذا ينعت رد الفعل الملاحظ؟ بطبيعة الحال عندما نقوم بالضرب على الضاغسة ونلاحظ أن هناك اندفاع للساق نحو الأعلى، هذا يدل على أن الأمر يتعلق بانعكاس شوكي. السؤال الثاني، بطبيعة الحال يسبب الانعكاس الضاغسي في هذه الحالة. السؤال الثاني، اقترح فرضية تفسر بها سبب إصابة رجل هذا الشخص. بطبيعة الحال بما أن فقط بطبيعة الحال أحد الطرفين السفليين هو الذي أصيب بشلل، فبطبيعة الحال فرضية إصابة النخاع الشوكي، إصابة على مستوى النخاع الشوكي سنقوم بحذفها. إذا الفرضية المحتملة أو التي يمكن أن نضعها في هذه الحالة هو إصابة على مستوى الباحة الحركية بأحد نصفي الكرة المخية، بما أن كما أشرنا الشلل أصاب فقط أحد الطرفين السفليين. نتابع، في مرحلة ثانية أخضع هذا الشخص لفحوصات دقيقة على مستوى المخ، بينت إصابته بنزيف على مستوى منطقة معينة في المخ كما تبينه الوثيقة رقم واحد. إذا فعلا كما نلاحظ النزيف يتواجد على مستوى المنطقة المتواجدة أمام شق رولوندو، وبالتالي المنطقة التي تشكل لنا ما يسمى بالباحة الحركية. أتابع، إذا السؤال ثلاثة، ماذا تستنتج من هذه الملاحظة؟ إذا فعلا بطبيعة الحال الشلل كان ناتج عن إصابة على مستوى المخ على مستوى الباحة الحركية، وبالضبط بطبيعة الحال الباحة الحركية المتواجدة بنصف الكرة المخية الأيسر، وبالتالي فإن الرجل التي ستصاب بشلل ستكون هي الطرف السفلي الأيمن. أتابع، سؤال رقم 4، أتمم رسم تخطيطي بالوثيقة رقم 2 برسم مسار السيالة العصبية في حالة تحريك شخص سليم لرجله بشكل إرادي.
بطبيعة الحال في هذه الحالة تنشأ السيولة الحركية على مستوى الباحة الحركية لنصف الكرة المخية الأيمن، تمر عبر النخاع الشوكي ثم تمر عبر العصب السيسائي في اتجاه العضلة المستجيب الحركي بطبيعة الحال. فعلا المسار سيكون على الشكل التالي، وينبغي أن نبين اتجاه مسار السيولة العصبية الحركية التي تسمى في هذه الحالة سيولة عصبية نابضة، لأنها تنطلق من المركز العصبي نحو المستجيب الحركي وهو العضلة. أتابع. التمرين الثاني، الكوليرا مرض خطير ينتج عن إصابة ببكتيريا ممرضة. للكشف عن خطورة هذه البكتيريا وكيف يتصدى لها الجسم، نقترح التجارب التالية التي أجريت على مجموعة من الدجاج من نفس الوزن والقد تقريبا. نتعرف على التجارب. مجموعة A تم حقنها ببكتيريا الكوليرا مما أدى إلى موتها. إذن هذه المجموعة من الدجاج لم تكن لها مناعة ضد بطبيعة الحال بكتيريا الكوليرا. المجموعة الثانية، مجموعة B تم حقنها برشاحة طرية من وسط زرع بكتيريا الكوليرا، من إصابة الدجاج بالكوليرا وموتها. هذا يؤكد لنا بطبيعة الحال وبين لنا أن الرشاحة كانت تحتوي على سمين بطبيعة الحال سمين بكتيريا الكوليرا، وبالتالي فهذه البكتيريا تعتبر من البكتيريات اللاهوائية التي تفرز السمين. مجموعة C حقن برشاحة قديمة من وسط زرع بكتيريا الكوليرا. إذن الرشاحة قديمة أي أنها تحتوي على سمين فاقد لقدرته الممرضة، لذلك نلاحظ أن الدجاج بقي على قيد الحياة، أي دجاج مجموعة C. مجموعة D تم حقنها بمصل مأخوذ من مجموعة من دجاج مجموعة C بطبيعة الحال الممنعة ضد التي أصبحت لها مناعة ضد الكوليرا بطبيعة الحال، وبالتالي فالمصل في هذه الحالة سيكون يحتوي على مضادات السام ضد سمين الكوليرا. ثم قمنا بحقنها بعد يوم واحد برشاحة طرية من وسط زرع بكتيريا الكوليرا. في هذه الحالة بطبيعة الحال يبقى دجاج هذه المجموعة حيا، لأن المصل الذي حقنت به بطبيعة الحال زودها بمضادات السام تبطن مفعول سمين بطبيعة الحال سمين بكتيريا الكوليرا. مجموعة E تم حقنها برشاحة قديمة من وسط زرع بكتيريا، إذا بطبيعة الحال سمين فاقد القدرة الممرضة. وبعد 15 يوم تم حقنها برشاحة طرية من وسط زرع بكتيريا، إذا بطبيعة الحال خلال حقنها بسمين فاقد القدرة الممرضة اكتسبت بطبيعة الحال هذه المجموعة من الدجاج مناعة ضد سمين، أي جسمها بطبيعة الحال تمكن من إنتاج مضادات السام ضد سمين بكتيريا الكوليرا. ولذلك بعد 15 يوم من الحقن بطبيعة الحال برشاحة بسمين فاقد القدرة الممرضة، قمنا بحقنها برشاحة طرية من وسط زرع، ورغم ذلك بطبيعة الحال يبقى الدجاج حيا بطبيعة الحال، مضادات السام أبطلت مفعول سمين هذه البكتيريا. السؤال رقم واحد، من خلال نتائج تجربتين المجازتين على مجموعة أو بي استنتج كيفية تأثير بكتيريا الكوريلا على الجسم الذي تصيبه. ربما بينت ذلك، إذا الأمر يتعلق هنا بطبيعة الحال بكتيريا الهوائية تؤثر على الجسم بواسطة السمين الذي تفرزه. فيما يخص السؤال الثاني، فسر بقاء دجاج مجموعة D حيا رغم حقنه برشاحة طرية من وسط زرع بكتيريا الكوليرا. بطبيعة الحال مجموعة D قمنا بتزويدها بمصل مأخوذ من المجموعة C كما أشرت إلى ذلك قبل لحظات. إذن فعلا هذا المصل بطبيعة الحال زودها بمضادات السام بطبيعة الحال جاهزة، الشيء الذي جعل الجسم هذه مضادات السام تبطن مفعول سمين بكتيريا الكوليرا، وبالتالي يبقى دجاج مجموعة D على قيد الحياة. السؤال 3، بأي نوع من الاستجابة المناعية يتصدى الجسم للبكتيريا الكوليرا؟ علل إجابتك. إذن تكلمنا عن مضادات السام، وبالتالي نحن نعرف أن مضادات السام يتم إنتاجها من طرف بلزمية وهي عبارة عن كريات لمفاوية بي، وبالتالي فبطبيعة الحال الاستجابة المناعية التي يتم خلالها تدخل لمفاوية بي أي أو بالضبط البلزميات بطبيعة الحال تشكل لنا ما نسميه استجابة مناعية نوعية ذات مسلك خلطي، فعلا تدخل مضادات السام المنتجة من طرف البلزميات. فيما يخص سؤال 4، بين طريقة تدعيم الجهاز المناعي الذي يمكن استنتاجه من تجارب المنجزة عند كل من المجموعات دي. إذن المجموعات دي قمنا كما ربما بين ذلك قبل لحظات بحقنها بمصل مأخوذ من دجاج مجموعة السي أي تزويدها بمضادات السام جاهزة. إذن فعلا الأمر يتعلق بعملية الاستمصال بطبيعة الحال، نعم، إذن نقل المناعة تزويد الجسم بمضادات السام جاهزة. فيما يخص مجموعة E قمنا بحقنها ربما تذكرون ذلك برشاحة قديمة من وسط زرع البكتيريا، إذن هنا قمنا بحقنها بسمين فاقد القدرة الممرضة، الشيء الذي دفع الجسم إلى إنتاج مضادات السام بطبيعة الحال ضد سمين بكتيريا الكوليرا، وبالتالي الأمر يتعلق هنا بعملية التلقيح والتي خلالها نقوم بدفع الجسم إلى إنتاج مضادات السام، الشيء الذي بطبيعة الحال يكسبه مناعة مستديمة. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.